اليوم نحن في لقاء جميل ولقاء أسري، حيث يلتقي الأب الجنرال صلاح آدم أبو زيد، رمز النضال ورمز الصمود من الذين خاضوا النضال منذ بداية الثورة وإلى نهايته، وكلفه هذا النضال لأنه لم يستطيع مقابلة ابنته منذ 20 سنة، أو منذ من عمرها 40 يوم لم يراها إلا هذه اللحظة، وها هو اليوم يلتقي بابنته لمياء، الإنسانة الصامدة الصبورة. واجهوا صعوبات الحياة ومرارات الظروف في السودان في الفترة اللي فاتت مع أمها القوية الشجاعة، وهي الآن طالبة جامعية في جامعة الفاشر. فنترك الفرصة للجنرال ويحدثنا عن هذه المقابلة، وكيف كان شعوره عندما قابل ابنته بعد غياب أكثر من 20 عاما. تفضل يا سعادة الجنرال. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التحية لأخواننا في إعلام حركة العدل والمساواة السودانية رجال الصمود، والتحية للابنة ليميا صلاح الدين لهذه الزيارة ولردها الرائد الجميل، والتحية لأمه رحيل إبراهيم إدريس الذي قام في طيلة 20 سنة كان على عناية الابنة لحين ما أنا فخور جدا لحين ما أنه يلقي ابنتي بإشراف أمه العزيزة لحين ما خشت الجامعة، وأنا فخور بهذا العمل الرائد الجميل من السيد الرحيل إبراهيم إدريس، ونقول ربنا يوفقه ويتيه في عمره إن شاء الله. وأنا شاكر للمرة الثانية، والحقيقة أنا بتكيف من أخونا الجنرال عوض مروشف لأنه كان بوسينا في الميدان ويقول لنا يا أخي كيف أبنائكم وكيف أحلكم، ولذلك الكلام ده بدينا دفع على قدام أنه نحن. وبرضه أخذنا وسيلة من أخونا وشقيقنا اللي هو وقائدنا الأعلى السيد الدكتور خليل إبراهيم رحمه الله، ولذلك الاستشهاد الشجاع في الميدان دفعنا طيلة الفترة كنا صابرين لحين ما ننصر إن شاء الله. ولكم التحية، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير ونسأل الله خيرتنا إن شاء الله. كتر خيرك الجنرال، ونسمع من الطالبة الشابة الصابرة المناضلة هي ذاتها، وهذه هذه الشابة من ذاك الأسد، فهي ذاتها يعني قوية ومناضلة، نفس نضال أبوها، وأخذت من أبوها صفات كبيرة جدا، وإلا وما كان وصلت لغاية الجامعة رغم غياب أبوها. تفضلي الأستاذة ليميا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بشكركم على ضيافتكم دي واستجابتكم لينا، وثاني حاجة أنا والدار أشكر ماما سامة، يعني سامة صامتة وما قصرت معي، هي كانت في كل خطوة بتدفعني لقدام. أنا كنت بتمنى إنه أكون دكتورة، وهي بالفعل يعني ما قصرت معي، ساعدتني وأدتني الأمل والدفعة على أساس إنه أحقق هدفي. فعلا أنا حققت الهدف، وليلة يعني يوم سعيد بالنسبة لي إني ألتقي بأبوي بعد فترة طويلة، يعني حقعد 20 سنة تقريبا، يعني سعيدة وما عارف إنه أوصف لكم سعادتي ده قدر شنو إنه ألاقيه. أنا أقول لبابا إنه فخورة بك، أنت إنسان مناضل نظرت من أجل الوطن من أجلنا، يعني فخورة بك، وبتمنى إنه تدوم التواصل بيناتنا إلى حين. شكرا. معانا الجنرال عوض نور عشر، فزي ما ذكر الجنرال صلاح الدين آدم أبو زيد، قال هو يعني من الناس أو القيادات اللي كان بيصبروا، وكل مرة يقول لي يا أخي بدك كيف أخبار شنو،
واصبر ان شاء الله النضال احنا حنكمل النضال وحنجيب السلام وحتمشي وتشوف وتلاقي بنتك وهي في الجامعه. وفعلا صدق كلام الجنرال سعاده اللواء عوض نور عشر، وفعلا الاب التقى بابنته وهي في الجامعه الان، وهنا ظهر لنا في الجنرال ونسمع منه برضه ويدينا وصايا للجنرال صلاح ولابنتها لابنته لميا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله. حقيقه انا ضبط سعيد انه اسد من اسرتنا يلمش من اسرته، وهو في غايه البساطه، بس ببساطه احنا ذاتنا انبسطنا فيها كثير، ويلقى شبله من اشباله يكون دكتوره وحقق الامنيه. و أنا حقيقة أنا بنيتي شكرت عن والدتك زي أمهات المناضلات زيك كتار صبرا وعاشا وإلات، هي خلينا أطفالنا زيكم في البيوت بدون شيء قليل جدا جدا، خليناهم فترة 18 سنة هم صبروا دخلوا جامعات خرجوا جامعات هم يكونوا بيقولوا الأسر، والحمد لله ده برضه كلها يعني من الميارم بتاع دارفور لهم عظيم الشرف ولهم شكر كثير جدا جدا. انا تعرفت بوالدك اللي قائد البطل اللي قدامك، انا تعرفت سنه 2005 مكان ماما كان هين، انا كنت قائدا للتدريب في حق عدل المساواه، هو كان قائد النقل في حق عدل المساواه سنه 2005 حينذاك، على ما اعتقد انت عمرك بس صغير جدا جدا. انا لقيت اخونا سراء ابو زيد، هو كان قائد النقل وخشينا كثير من المعارك، وهو كان فعلا اسد وبطل، ربنا وهبك باب ما هو ساحب، فهو يعني حقيقه احنا فخورين بان يكون واحد من قاداتنا في حركات المساواه، وكذلك احنا فخورين انه والدتك يعني خلاك رباك وحافظك لحتى الان ودخلك الجامعه، وثمرتنا ان شاء الله صبر ابوك ونضالات والدتك ووصلك المحل اللي انت وصلته، وده كله للسودان ما لبيتكم ولا لمنطقه تامليد، لكل دارفور وكل السودان. وانا متاكد كثير كثير زيك كثيرات زيك يعني امهاتهم صبروا وخرجوا لدرجه نحن عايشينها، فبارك الله فيها وبارك الله فيك انت لما صبرتي وبمحنه لقيتي ومشيت لحد الدرجه، وبارك الله فيك على ابوك كمان صبر، يعني لولا صبر امك كان ابوك ما صار، كان له كل يوم ارجع تاني راجع ما كان قال صبر قدر الله. فكلكم جزاكم الله خير ونرموا قدام ان شاء الله، جينا لنهايتها وجينا نجني على الثمر، ومن ضمن الثمرات اللي نجني واحده منك انت، وبارك الله فيك. شكرا شوي سعد. هذه اللحظة لحظة فراق، والمهم إن شاء الله حيستمر الحياة، حتستمر الحياة رغم كل هذه المرارات. نضال نضالين سووا، نضال ثوري، نضال في الميدان، ونضال في ظروف الحياه هي وسط الجامعه، والمناضل وصل للسلام. هذه لحظه جميله جدا جدا، وربنا يدوم التواصل وحياه سعيده ان شاء الله. كتر خيركم، الله يسلمك.